الكراب، وبعد تقرير مبارك بخيت الذي تحدى الإعاقة من أجل الآداب والفنون. 30 عاما أمضاها مبارك بخيت في محراب الغناء والموسيقى في السودان. فمبارك المولود في أواخر ستينيات القرن الماضي بمدينة كوسي بولاية النيل الأبيض لم تمنعه الإعاقة البصرية من تجاوز العقبات التي واجهته في حياته اليومية سنين عددا، ما جعله نموذجا يحتذى به في تحدي الإعاقة ومقاومة الصعاب. الحمد لله رب العالمين، بالعزيمة والإصرار هو الواحد مارس حياته عادي زيه زي أي إنسان سوي، وبس لا ينقصه شنو إلا حاسة الشوف. عرفته المدينة قبل أعوام عازفا ماهرا على آلة البيانو ومؤسسا لمجموعة المناهل للآداب والفنون ومشاركا بها في المناسبات المختلفة. بأنغام وألحان وأعمال أصبح مبارك بخيت حديث الناس في الغرى والحضر في ولاية تحتفي بالمعاقين من أهل الإبداع في كل زمان ومكان ومناسبة. فهناك كان مبارك يشارك ضمن آخرين في ملتقى المكفوفين القومي الرابع المنعقد بولاية النيل الأبيض، وبجانب برامج ثقافية واجتماعية يناقش الملتقى على مدى يومين عددا من التحديات والقضايا التي تواجه شريحة المكفوفين في السودان. القضايا التعرق المكفوفين على مستوى السودان، التعليم واحد من القضايا الكبيرة. نحن بنعتبر التعليم ده يعني السلسلة الفقرية بالنسبة للكفيف، وهو ينحط به الكفيف سواء كان في العمل الوظيفي أو في العمل الإداري. وتحت شعار المكفوفون شركاء في دفع عجلة التنمية الوطنية، ينعقد الملتقى في ظل قلق متزايد من ضيق فرص العمل والتعليم لشريحة المكفوفين، ما يحتم على مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة بالولاية ابتكار مشروعات تسهم في إخراجهم من ضيق الفقر إلى سعة الإنتاج. نحن كمجلس أشخاص ذوي الإعاقة ولاية النيل الأبيض عندنا خطة جادة وطموحة للمعاقين. بالنسبة للمكفوفين الليلة عندهم عرس وهو الملتقى الرابع القومي، فنحن مخططين على أساس أنه نعمل لهم مشاريع طويلة المدى. وتسعى السلطات المختصة إلى الاهتمام بقضايا المكفوفين وتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم ليصبحوا فاعلين في مسيرة الخدمة العامة في السودان. ونحن في ولاية النيل الأبيض باسم والي ولاية النيل الأبيض نرحب بهم ونقول بأننا سوف ندعم كل مناشطهم وسوف نرعى هؤلاء المعاقين وهؤلاء المكفوفين بإذن الله سبحانه وتعالى في ولاية النيل الأبيض. ويسعى البرنامج القومي لمكافحة العمى بالسودان من أجل تقليل أعداد المصابين بالعمى بجانب القضاء على الأمراض المسببة له وصولا إلى نسبة 0.3% بحلول العام 2020. صديق السيد البشير الشروق، ولاية النيل الأبيض، كوستي.